عسلامتكم الناس الكل، ومرحبا بكم معايا في رسالة جديدة. اليوم باش نحضر مع بعضنا كيما ماكم قاعدين نشوفوا بريك الدانوني، باش نشوفوا كيفاش العجينة تجينا ناشفة وشوشة، وباش نشارك معاكم زادة الحشوة بتاعو بزوز طرق، بالحامي المفروم ولا بالتون، طريقة الطهي بتاعو زادة بالقلي ولا في الفرن. الحصيلة خليكم معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا التفاصيل الكل، وما تنساوش تعملوا اشتراك اذا مازلتم ما عملتوش. وتوا نشوفوا مع بعضنا اول حاجة المكونات. هنا عندي كيلة سميد أرطب، ومعهم كيلة فارينة، وشطر كيلة سميد متوسط. الكيلة هنا تساوي 400 جرام، يعني 200 جرام سميد متوسط. ومعهم كيلة زبدة ذايبة عندي هنا المارغرين، يعني تنجم تعوضها بالزيت خاصة إذا كان تحبوا تحافظوا، إذا كان تحبوا تعملوا كمية وتستحفظوا بها. دونك هذه المكونات كل عادة نخلي لكم تحت العنوان في صندوق الوصف. وباش نحتاجوا معاهم الكاس مي يرفع 250 مليلتر باش نلمو بيه الباد متاعنا، ما ننساوش بالطبيعة معاه رشة ملح صغيرة نضيفها من بعد تالي. نمشيو تويكا طريقة تشكيل العجينة متاعنا. نحطو المكونات الجافة مع بعضهم، السميد المتوسط، السميد الأرطب يا ربي، والفارينة، والسميد المتوسط. 400 جرام سميد، 400 جرام فارينة، و 200 جرام سميد متوسط. خلطوهم بالباهي هنا مع بعضهم قبل ما نبداو نضيفو لهم في الزبدة. هنا قلت لكم اذا كان تحبوا تستعملوا كمية كبيرة وتستحفظوا بها، اما اي حبة ذا تستعملوا الزيت النباتي ما تستعملوش الزبدة. بالنسبة لكيلة الزبدة لهنا تطلع 350 جرام، وكيلة الزبدة يطلع الميزان تاعو اقل على خاطر هي اخف من الاخرين. الحصيل هنا اهم حاجة في الخليط بتاعنا ان نخلطوهم مليح بالمليح مع بعضهم، ونبسوهم مليح مليح بالزبدة. يلزم الزبدة توصل بالباهي للمكونات متاعنا الكل. كما ماكم قاعدين تشوفوا نبدا نشكل فيه من لول بصابع يدي باش يتلم، ومن بعد ليكا نخدمه بكف يدي باش يكون باش ما يكونش فما كعبر ولا حاجة، ويكون تبسس بالباهي. كما ماكم قاعدين تشوفوا في كل مرة ناخد كمية نفركها بالباهي بالكف متاع يدي، ونعاود نخلط ونعاود ناخد كمية اخرى حتى لين نحس اللي الخليط متاعي تبسس بالباهي ولا فارك بالزبدة. هكايا باش العجينة بتاعنا تجينا هشوشة وتجي ناجحة. دونك هنا كملت بسست العجينة متاعي مليح بالزبدة. تويكا مقعد لي كان باش نلمها بالماء. حطيت لهنا جوج مغارف ملح ذوبتهم في الكاس الماء، نضيفهم من الشطر الكمية متاع الماء، ومن بعد نكمل نضيفو بقية الكمية الأخرى. نبداو نلمو فيه الساعة الخليط متاعنا بالباهي. الميل هنا حاولوا ما تكثروش، سينو راهو باش يبسلكم العجينة بتاعكم. المقادير اللي عطيتهم لكم مضبوطين، هاو عطيتهم لكم بالكيلة وبالميزان باش تكون الحاجة واضحة. دونك حطيت لهنا اشطر الكمية من الاول، وبعد كمل ضفت بقية الكاس. هنا نحاولوا ما نعجنوش برشا العجينة بتاعنا، قلت لكم ما تكثروش برشا من الماء، سينو راهو الماء باش يبسلكم العجينة. هنا راهو العجينة بتاعنا بكل زبدة والا زيت، والماء جوست باش يلمنا العجينة وكهو. وراهي العجينة لهنايا ما تسحقش اني تتعجن، جوست تلم وتكون متجانسة وكهو كما ماكم قاعدين نشوفو. قعدت نلم فيها بصوابع يديا حتى لين تلمت وتشكلت عندي العجينة وتكون طرية، ما هيش راهي طرية برشا الحقيقة، المفيد تكون ملمومة. ديجا هي راهي بالزبدة تكون طرية بطبيعتها وما تتلصقش. دونك نغطيوها ونخليوها ترتاح على قليلة نصيف ساعة. وليطون اللي ارتحت فيه باش نحضروا لهنا الحشوة الأولى اللي باش نعملها بالحام المفروم. عندي لهنا رطل الحام مفروم مقدار 500 جرام، وبطبيعة الحال تنجمو تعوضوه بالدجاج ولا سكالوب، شوية معدنوس وشوية بصل لهنا مقدار راس بصل. عندي لهنا جبن مرحي جرويير، ننصحكم تستعملوا جبن جرويير ولا ليمونتال. وبالنسبة للتفويح لهنا عندنا ملح وفلفل أكحل كيما العادة، شوية كركم إذا كان تحبوا سين نظام تستغناو عليه، خمسة سنين الثوم صغار، وفاح متاع الحمل هنا عندي تاب اللي هو مفوح يبدا يعني. بتبيع ديما الفاح حاجة اختيارية، وتنجموا راه تكتفيو بالملح وفلفل أكحل وكهو. دونك نبداو في الترتيب متاع الحم متاعنا. ناخدو شوية زيت على نار متوسطة، ونحطو البصلة متاعنا نقليوها ندبلها شوية ونخلطو لها الحم. بالنسبة للبصل أنا نحبو راني ظاهر هذاك قصيتو غليته شوية، سنو تفرموه جويد كيما تحبو نتوما حاتيلو. اللحم لهنا نبداو نطيبو فيه، لفاح نحاولو نحطوه في الوسط ما نحطوش من الأول باش ما يتقلاش برشا في الزيت. كيف نراو اللحم تاعنا قريب يبدا يطيب وقتها نزيدو اللفاح متاعنا.
دونك لنا اللحم متاعي محسوب قريب يطيب، ست الفحات متاعي ونكمل نضيفو لهم السنين على الثوم، حتى الثوم حابين نضيفو من الاخر سادة. دونك هذا هي اللحم المفروم متاعي طاب، باش نكمل نضيف له بعد ما خرجنا حيناه من النار المعدنوس والجبن المرحي، ما يسحقوش خاطر يتحطوا في وقت الطياب، ويكون الخليط متاعنا متاع اللحم المفروم محضر. خلطوه هنا مليح مليح حتى لين المعدنوس متاعنا يذبل والجبن يذوب وسط اللحم. دونك هذه هي الفارس الاولانيه، نعداو نشوف طويكة الفارس الثانيه اللي باش نعملها بالتون. دونك هنا عندي الكميه متاع التون، مقدار حكه متاع تون يعني صغيره هذيكي، شويه معدنوس، اربع بيضات مبشورين، وكميه من الجبن، عندي جبن الابيض وريغوتا وجبن مرحي جريير. نجم بعد هنا تعوضوهم باي نوعيه تاع جبن تحبوا عليها، وللتفويه حاجه بسيطه ملح وفلفل كحل وشويه كركم. نبدأ نخلطه في المكونات بتاعنا، عشان نحط المكونات اللي الشايحة قبل نحطه العظم والمعدنوس والجبن والفحات، خلطوهم بالباهي مع بعضهم قبل ما نضيف لهم بقية المكونات. تو بعد ما خلطهم بالباهي باش نضيف لهم لهنايا الجبن، الجبن الابيض لهنايا استعملته اللي هو الفريدو يعني، والريغوتا، ونخلط المكونات متاعنا. فرصة دي راهي سهلة وتنجمو تعتمدوها في أي حاجة أخرى، في سوفلي، في سالي حسيلو، تنجمو تستغلها في أكثر من وصفة. الحشوة هذه راهي تجي بنينة برشا، إن شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها. دونك كانوا هذوما هما الزوز دي دو فارس اللي حضرناهم، واحدة بالحمى فروم والأخرى بالتون. تو كنت عداو للتشكيل متاع كعبات بريك الدنوني متاعنا. دونك ناخذ هنا الكميه متاع الباد بعد ما ارتاحت، تحضروا لهنا اي حاجه باش نقصوا بها الكسو، عندكم قالب ولا ما عندكم، باش نشوفوا بعد طريقه التشكيل كيفاش الباد. الساعه اول حاجه نبداو نحلها، يلزمنا هنا الباد متاعنا نحلها جويده كيما ماكم قاعدين تشوفوا هنا، راني نزيد نجودها اكثر، جست ما حبيتش نحل اكثر بالقلقال باش ما تزيدش تتشقق لي. وتستعملوا اي اداة تكون متوفرة عندكم باش تقصوا بها. دونك لهنا اني كما ماكم قاعدين تشوفوا عندي القالب، لكن القالب اللي كان عندي صغير يعني، حبيت نعمل كعبات لكن لقيتهم صغار برشا وباش ياخذوا لي اكثر وقت، دونك وليت حاسيلو خليكم معايا باش نوريكم هنا كيفاش طريقة التشكيل. اذا كان عندكم قالب تاخذوا الكعبة بطبيعة تبسطوها بالباهي في القالب متاعكم، وتنزلوا شوية في الوسط البارتي متاع الفارس، ناخذوا شوية من بلو بها لجنة حتى لين تبيض باش هكاك يتلصق بالباهي مع بعضه، ونحطوا كمية من الخليط حار وما تحطوش برشا باش نجمو تسكروا على الكعبة متاعكم. كما قلت لكم هنا الكعبة كانت صغيرة برشا باش تاكلي برشا وقت، وليت اخترت اني نسكرها وحدي وكهو. دونك تسكرها مليح مليح، حاولوا الاجناب لهنايا توسعوا بالكم باش تسكرها مليح باش معتلك الحشو ما يخرجلكمش من الاجناب، سيرتو كانكم مش طيبها في الفور خاطر اتفوج شويه، ونسكرها بالفرشيطه باش يعطينا شكل مزيان. دونك هذا هو الشكل الاول، شوفوا مع بعضنا توك كيفاش تحضرها من غير قالب. نفردها مليح مليح بيدينا، ديما نحاولوا نحكروا بالفارس متاعنا بنفس بالمغرفه نفس الكميه اللي نهزها كل مره. كل عاده نمسح الجناب متاع البات متاعنا بشوية مي حتى لين تبيض شوية، باش بعد ليك في ساعة تلصق لنا وتكون مسكرة بالباهي، وكاكا الفارس يكون الداخل ما يخرجش. نسكرها من الأول بالصوابع يدينا، وبعد كده نكملو نزيدو ننزلو عليها بالفرشيطة كيما ماكم قاعدين تشوفوا. نفس الحكاية مع الحم المفروم، حاولوا تنزلو عليه شوية بيديكم في الوسط، ما توصلوش للجناب باش الكعبة تتسكر لكم بكل سهولة. دونك حاولوا ملول انكم الحاجة اللي باش تقصوا بها الدور متاعكم تكون مستوية، باش هكاك الكعبة ما تجيكمش ديفورمي، تجي شكلها مزيان من اللول، تحتاجوش انكم تزيدوا تقصوا الاطراف. ونعاودوا نوسعوا بين نسمحها في الوسط
وهذيك لعبة البريك الدالون بتاعنا حاضرة، يشد ليد شوية الحقيقة، هو خاطر كل كعبة تاخدو تشكلو فيها وتسمحها. وتنجمو زادا البعد بعد ما تحلاها تشكلها وهي في ايديكم باش هكاك التسكيرة يكون اسهل. دونك حضرت لهنا الكمية الأولى نتاعي باش نطيب شطر في الفور، وشطر باش نعملو مقلي. الطبق نتاع الفور لهنا ندهنوه بشوية زيت، الطياب نتاعو يكون على 200 درجة من فوق ومن اللوطة لمدة نصف ساعة حسب التقريب. هو راهو في الفور ياخذ أكثر وقت من القليان. دونك هذه الكمية الأولى كيما قلت لكم باش نعملها في الفور. ندهنو شوية السرفاس نتاعنا بشوية حليب، وكاهو هذه الكمية دونك باش ندخلها للفور. وتوا بالنسبه للقليان يلزم يكون الزيت متاعنا حامي بالطبيعه، ما يكونش على نار هادي باش ما يشربش الزيت، وما يكونش كيف كيف على نار قويه باش ما يحمرش من غير قدره يعني بنقص الطياب. وكا هاو نوسعوا بالنا لهنايا، تحبوا تخليوه الدوري ولا نوض شويه هكاك الامر يعود لكم انتم. حطوهم يستقطروا مليح بالطبيعة باش ما يشربوش الزيت. وهذوم لي كعبات البريك الدانوني بتاعي صاي حضروا، ما نحكي لكمش على البنة اللي جات فيهم، والبات راهي جات هشوشة ما نحكي لكمش. نتمنى انكم تجربوها على طريقتي. دونك هذوما كعبات اللي في القليان هما جاو عملتهم جاو احمر اكثر، واللي في الفور حبيتهم يجيو دوريه هكاكا فاتحين. اللي في المقلين باش يجي السيرفاس نتاعهم تحسها احرص شويه من اللي في الفور، خاطر في الفور دنيهم شويه حليب من فوق كما ماكم قاعدين تشوفوا، ماهوش الفرق كبير لا محال. وتو نشوفوا مع بعضنا كيفاش جاي الشكل نتاعهم من داخل. وعلى فكره راهو كيف يبدا هنا راهو برد شويه، كيف يبدا سخون يبدا هشوش وتتبثبث حسيله في الفم حاجه تعمل 66 كيف. وهذه هي الكعبه اللي كانت اللي طابت في الفور. دونك ما تنساوش تعملوا اشتراك اذا كانكم مازلتوا ما اشتركتوش. دونك هيك نكون وصلنا يا جماعه لاخر الفيديو نتاعنا لليوم. شاركت معكم بريك الدانوني اللي هو حوجه مشتيه في سيدي رمضان وما يغيبش على الطاوله. دونك ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ما تنساوش تتفاعلوا مع الفيديو، تعملوا جيم، تخلوا لي تعليق عندكم اي تساؤل كيف كيف تخليوا اللوطه. وتو متبقى لي كان نقولكم بسلامه ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ورسات جديده.